المشاريع الكثيرة التي يتم تنفيذها في محافظة البصرة على مستوى القطاعين العام والخاص جعلها سوقا رائجة للشركات لعرض منتجاتها والترويج لها بأسعار تنافسية. شيء هاي فخر كبير لأقليم كردستان، احنا كحصة الأسد واحنا متصدرين عراقيا إنتاج حديد التصنيع مدينة أربيل سليمانية. اليوم جينا على المحافظة البصرة، محافظة البصرة عاصمة الاقتصادية العراقية، اكو مشاريع عملاقة، اكو حركة عمرانية قوية. الى اهل البصرة والجهات المعنية المشرفة على تنظيم هذا الحدث، وان شاء الله نأمل في القريب العاجل ان يكون تعاون تجاري ما بين أربيل والبصرة في مجال تصنيع حديد التسليح او القيام بانشاء مجمعات او مشاريع استثمارية داخل البصرة الحبيبة. ونظرا لحجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها في محافظة البصرة في مختلف القطاعات، جعلها وجهة جذابة للشركات لعرض منتجاتها بأسعار تنافسية وجذب المزيد من العملاء. استقطب العديد من المستثمرين وأصحاب الشركات اللي يردون يسوقون بضاعتهم وإنتاجهم في محافظة البصرة. قد تكون البصرة هي أكثر المحافظات اللي فيها حركة إعمار ومشاريع، فتحتاج إلى هذه المواد الإنشائية. عندنا في البصرة تقريبا 3 معامل، لكنه ما تكفي حاجة البصرة من استخدام الحديد في التسليح في البناء، فلذلك نحتاج المزيد من المستثمرين أو المنتجين اللي بضاعتهم تكون. اليوم هذا اللقاء مهم بالنسبة لنا كاتحاد رجال الأعمال محافظة البصرة، وهذا اللقاء هو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشركات المحلية محافظة البصرة والشركات العراقية في إقليم كردستان، وخاصة عندما تكون هناك شركات متخصصة بالإنتاج عن حديد التسليح ونوع الحديد. جدير بالذكر أن أربيل عاصمة إقليم كردستان تتصدر المدن العراقية في إنتاج الحديد، حيث تضم 5 معامل رئيسية تنتج أكثر من 2 مليون طن سنوياً وفقاً للمواصفات العالمية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير مواد البناء عالية الجودة وتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار منافسة. لقناة زاغروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.